كن جميلا وترفع. إذا أردت كرامتك أن تعلو دائما، عليك أن تفعل هذه الأشياء وتذكرها جيدا. لا تبرر ما فعلت لصديق يعرفك جيدا، لا تبرر له. ومن ينكرك ولا يريد فهمك دعه، فلم يفهمك ولن يفهمك مهما فعلت. تأكد وكن على يقين أن هناك من يبغضك بغضا يمقت ضحكتك، فرحك، نجاحك، محبة الناس لك، يموت حسدا وغيرة ومرضا ذا طبعهم. جل الناس غافل فلا تتبع أهواءهم. حياتك ثمينة ووقتك أثمن فلا تهدرها سدى. قدم ما لديك، فمن يريد مساعدتك أو الوقوف بجنبك لا يختلق الأعذار. من يريد مساعدتك لا يختلق الأعداء. ابق بخير لأجلك، لأجل نفسك، ولأجل من يحبوك ويقدروك. أنت أفضل درجة وقيمة ورفعة عند الله. رضا ربنا هو غايتنا. غدا أجمل بإذن الله.